نجيب هذا كاين شي ولا نمشي؟ انت ضربت واحد 30 فيديو ولا شي حاجه، تتفاجات انا نور الدين عمل لاشين ديالو هذا وبقات هكذاك باسل يضحك في عمره ضحك هذا وماشي بالضروره نهرج باش نعجبك. فين عمره بك هذا الفلوس دخلت عليه الله في كوميديا؟ واخا الا ديك الفلوس اللي كيجيو بالضحك يمشيو غير في الضحك، يمشيو دغيا. والله تشريها لي مع الدراري. جمال مرحبا بك في برنامج ستار ويت وبوبو. ترحب بك الجنة وماليها والصلاح اللي فيها. واش بعدا كاين شي ولا نمشي؟ جمال واش حسنتي في الحجر الصحي؟ واش غادي نقول لك واحد التامر اخي، حيت ديك الايام الحجر الصحي ما كناش عارفين فوق فويا اخي غادي يوقف ديك الشيء، تتغفلت انا ووليداتي وما كان لي غير قلت لهم اجل حسنت راسي ولوليداتي. المره الاولى كانت الدراما حق من بعد بقيت كنتعلم شويه. المهم هذا الحجر الصحي خرجنا تعلمنا نحسنوا واحد شويه. هزوا الماء وبوبو هزك الماء الشريف. جمال موقف كوميدي وقع لك مع شي حلاق هضرنا عليه. هو ماشي موقف، هو واحد خانه كل ايام ديك ملي كنت دار الشباب، واحد كان كيجي عندنا تما حتى هو صاحبنا هذا قال لنا كنحسن وخليه يجي عندي. مشيت لعندو وانا كنت مسانس عند واحد الحجام يعني راسي حافظه. واش غادي نقول لك اخي، ماشي شعري ولا ماكله فلالس، واش هارون بالتشابوات جاري في تماره وصاف. سمعنا بان الثنائي جمال ونور الدين ما بقاوش وبيناتهم خلاف، واش بصح؟ وبصح بدي بخبر اجي اخي دخل عليك بالله. واش غادي نقول لك، هو الحجر الصحي وما يعمل. ملي جا الحجر الصحي انا تواصلت مع سي نور الدين باش نخدمو، واخا في الحجر الصحي عن بعد وهذا. المهم كان ديك الساعه كان ديبريسي يعني ما كانش مساعد وهذا. المهم ما جاوبني شي وبقات هايدا. بقيت كنحط الفيديوهات مع وليداتي وهذا، ودازت مده حيت لاشين ديالنا انا عندي الكود ديالها وعنده الكود ديالها، يعني بقيت كنحط في لاشين ديالنا. تضربت واحد 30 فيديو ولا شي حاجه، تتفاجات انا نور الدين عمل لاشين ديالو هذا وبقات هكذاك. دابا القضيه هي ما توصلنا ما حتى شي حاجه، يعني ما كاينش رسميا اننا متفارقين او لا بقينا، مي هذا لا يمنعنا ان شاء الله غادي تشوفوا شي عمل مع جمال ونور الدين، وغتشوفوا جميل جمال بوحديته ان شاء الله. الناس كيقولوا بان جمال ما بقاش كيضحك. باسل يضحك في عمره ضحك هذا. هو صراحة أنا ما عمري كنت كنعتبر نفسي أنني فنان كوميدي، يعني خصني ضروري نضحك. يعني لاحظتوا حتى في الكتابة، حيت أنا اللي كنكتب الكتابة ديالي، يعني كنت كنركز على نور الدين، يعني حتى هو لي كاك كانوا كيمشيو عنده بزاف وهذا. حتى الناس يعني خداو الانطباع على أن نور الدين كيضحك وجمال شوية يعني بحال اللي كيمكل الكرة، وهذاك اللي كيمكل الكرة راهو عاجب يمكل الكرة. فانا كنعتبر نفسي ممثل مشخص، نقدر نمثل اي دور، نقدر نعمل دور درامي كوميدي وماشي بالضروره نهرج باش نعجبك. جمال تجأ للغناء، واش الكوميديا ما بقاش فيها الفلوس او لا اصلا ما فيهاش الفلوس؟ فين عمره بك هذا الفلوس دخلت عليه الله في كوميديا؟ واخا ديك الفلوس اللي كيجيو بالضحك يمشيو غير في الضحك، يمشيو دغيا. هي ماشي قضيه التجأت، انا ما التجأتش للغناء، بالعكس انا باقي في اطار ديالي يعني ديال كنعمل الحاجه. الا عملت شي اغنيه كنعمل بارودي كنقلبها في شي كلام، بعض المرات يقدر يكون كوميدي يقدر يكون غير ميساج، يقدر يكون هو ماشي التجاء للغناء بل غير محاولات. يعني كيعجبني يعني هذا كيبقى واحد الميول انني كيعجبني نغني، عندي واحد الصوت ديالي ماشي مزيون ولكن ماشي مزعج، فكنحاول انني شي واحد كذب عليا قال لي راه عملتي داك الشيء مزيون صوتك واعر، وبقيت مشيت فيها. يعني ما عندها حتى علاقه بالفلوس ولا. هضرنا على البارودي اللي عملتي مؤخرا وكيف جات الفكره.
واش غادي نقول لك؟ انا كنت عملت واحد بارودي ديال الفنان الحر ديال الغريب، كنت عملت له واحد بارودي وكان فحال داس واحد المود على داك الغريب، عاد عملت انا بارودي. هو السي الحر سي مراد ملي شافو قال لي عمي يعني كنتي تعملوا شحال هادي، لان دابا فحال داس مده. وديك الساعه بقيت انا في بالي انني غير يعمل يحط الجديد ان شاء الله غادي نعمل له بارودي. وديك الشيء اللي كان ملي عجبتني الاغنيه ديال السي الحر، الاغنيه اللي حس بيا اللي الحمد لله مشات واحد السيت ديالها كبير، فحاولت نعمل الكلمات ديالي بذوق نتبدل، وموضوع اللي هو عنده علاقه بالذوق اللي تبدل دابا والطوندونس اللي احنا كن سمعوا الاغنيه، سمعوا الاغنيه وغتفهموا شنو كاين تما. لاحظنا ان جمال عاود الاغنيه بحركات الصم والبكم، شنو الرساله ديالك من خلال اعاده الفيديو؟ واش غادي نقول لك؟ انا ملي كنت كنصور الفيديو كليب، هذا الفيديو كليب ديال هذه الاغنيه، هذا البارودي هذا، كنت ديك الفتره بالضبط اتصلوا بيا الجمعيه ديال الصم والبكم، تعاملت معهم في واحد العمل، كان عندهم مخيم عن بعد، وتعاملت معهم انا وليداتي في واحد سكتش بلغه الاشاره، وعجبتني يعني شفت وجاني واحد التحدي انني الاغنيه الجديده ملي غادي ننزل ان شاء الله نعمل لها لغه الاشاره. وفي نفس الوقت هذوك الشريحه ديال المجتمع اللي هي منسيه، ما كيتفكرهم حتى شي واحد، فلما لا انني كان بامكاني نجيب شي استاذ، لان هما اقترحوا لي اساتذه يقدروا يعملوا هذا الدور هذا، قلت لا انا خصني انا نعملها، وحاولت نقوم بها، وعجبتني لغه الاشاره وغادي نتعلم لها من الاول حتى الاخر ان شاء الله. جمال وصلنا معاك لفقرة بلا صباغة، طبعا هاد الفقرة نعطيك فيها كل جوج اختيارات وتختار اختيار واحد، وإذا ما بغيتيش تختار غتختار صباغة. من دابا راه صباغة، فين ديك الصباغة؟ تخلعنا ولا؟ نبداو معاك بجوج الاختيارات الأولى، أحمد شوقي عادل أصيل. أحمد شوقي وعادل أصيل ومعاهم شي شوية صباغة. والله تشريها لي مع الدراري. بيت فلو مسلم. طبعا بيت فلو. حسن محسن. هادو ديك الخوت هما واحد اصلا، هذاك حسن بلا ما طير محسن. بسو الخياري. بسو طبعا. ميميح جنيكو. ميميح. اخر اختيار جميل جمال. جمال نور الدين. جمال نور الدين. جمال وصلنا معك لاخر فقره اللي هي فقره فريستايل، طبعا هذه الفقره نخلي وقت تأدي اخر الاعمال ديالك اللي هو ذوقنا تبدل، ونخليو المتابعين يستمتعوا معك. صبري شحال بالمهوب كي غنيت بالصح، الناس كتوي نغمك بلا ما تشطح، تبروا هاد القدام اللي غنى الصح، يستاهل مسكين غير الغنى في سطح، ما تقول هاد الفن راح قول ما عنده زر، كلش عندهم ثقافة بزاف هادشي كتر، اللي سمعوني كيفهموني بلا ما نهضر، شحال معايا مقلوب باغا نتشهر، حاولت شحال من مرة تشارك باش نظهر، هذا دليل على اني النمبر واف صبر، وملي رفضوني باش كنشعر، ما عمري نتحقر واخا بغاو نتقهر، ملي سمع هادوك صراحة كيصدعوني لا حتى نتقنعوك، ما قدروش يقنعوني، شاب الميكروفون كيفوت بحال شي صوني، والغارب في الأرض قبلوك وانا دغيا قمعوني، قلت واقيلا صافي ابداع ماشي كافي، كان نجمو ساطع دابا ولا طافي، هيدا غنعيش في العذاب الله يشافي، هادشي بان لي مخروط بزاف ماشي صافي. ذوقنا تبدل اليوم كنسمعو شي غنى ماشي عادي، ورسا البوم في كلام سموم ما باغي يسمعو ولادي، عبد الحليم ام كلثوم غناهم مظلوم، الدعوات خلطتها زيادي، الميديا راها كون صغير تعرف تعوم في الطندوس كون رياضي، ذوقنا راه تبدل اليوم كنسمعو شي غنى ماشي عادي، ورسا البوم في كلام سموم ما باغي يسمعو ولادي، عبد الحليم ام كلثوم غناهم مظلوم، الدعوات خلطتها زيادي، الميديا راها كون صغير تعرف تعوم في الطندوس كون رياضي، اللي ما عنده الفلوس باسل بايخ كلامه مسوس، الا بغى يتقاد مع دوك الريوس يلحس الكبا واللي يديني بوس،
راني في الازمه كنغوص فهاد الدنيا باقي خصنا دروس حتى ويلا جايت فاهم شي عروس يبقى يتشطى تقول كنبيع كرموز بغيت نعرف هادشي في غادي ولا من غنادي ما بقيناش نفرقوا بين هداك وهادي كيبان لي الفن فؤاد والطندوس فؤادي فضائح روتيني اليومي والموضوع الفاضي هادشي كيف قاص حصلة واش من حاصلة شحال واحد جعر عند بالو شو رسالة كنت فحد نار بقى في الفن غافلة ودابا المهم يهضروني واخا يعمل عاملة فيديوز وهضرة طايحة كيطلعو عضو بالصح اصحاب الذوق الرافع واخا يخدم لي المصبح يحب في مخو ويتسومر وقليل فين يرتاح في الاخر بدا يفهم ضد الطير كيسبح ما بقينا فاهمين والو جمهور شنو بغى فن الهابط شايع حي هو اللي طغى خليني نقول لك وما تكرتيش قمت بالعالم وما تلومنيش